الحين عندي مشكلة مع حالي إنه حس الفن، طب أنا شو حقدر غير، شو حقدر فيد المجتمع. أنا حدا بيأمن إنه نحنا جينا على هيدي الدنيا كرمال مش إنه جينا نعيش ونأكل ونشرب ونتسلى ونحزن ونرجع خلص نفل وخلصت، لا، لازم كل حدا منا عنده دور، عنده واجب لازم يأديه. فكنت حس إنه أنا بالفن كيف بدي أجي أقدر أدي أيا كان دور أو أعمل أي شيء. كان عندي هيدا الصراع مع حالي، بس بالثورة لما بلشت أعبر وما كنت عارفة حدا حيتطلع ولا حدا حيصور ولا شيء، صرت أحس إنه لا، الناس كتير عم تتفاعل مع هالبروجيات. الفن بيقدر يترك بصمة، بيقدر يحسس الإنسان إنه هو شارك، إنه هو يعني فعال، وإنه كيف كلياتنا، حتى كلياتنا كنا عم نقول إنه الكل كان عم يناول التاني، أعطيني البنس، أعطيني الشاكوش، أعطيني الهيدا، من دون ما نعرف أسامي بعض. كتير حلو، بحس بالتضامن، بحس بالأمل، بحس بالحب. يعني لو ما الناس حبوا هيدا الشغل، لو ما الناس آمنوا، لو ما الناس قدروا يتضامنوا، ما كان صار هيدا الشغل. ومثل ما عم قلك، ما حدا بيعرف التاني، وما حدا جاي مصاري ولا شيء، يعني ما في مصلحة. It's pure faith in Lebanon. It's pure love and collaboration، من دون مصلحة، من دون أي شيء. هيدا الشيء كتير حلو. خوفي على الناس، خوفي الناس كمان انها تخاف وتحس بالقمع او تبقى ببيوتها، لا، الناس اذا بتدلع عندها الجرأة وتنزل وتطالب بحقوقها. بالنهايه نحن عم نطالب نعيش بكرامه، نحن ما عم نطالب مع حزب ضد حزب او مع حدا ضد حدا، لا، نحن عم نطالب بس انه نقدر نعيش. يعني وصلنا لمرحله صار في جوع، ما عاد فينا نكمل هيك، نحن عم نطالب باشياء بالمينيموم، مينيموم حقوق الانسان. هذا معك واتساب؟ لا، ما تخلوه، ما تخلوه يعطيني زبط. اي، والقناع والطاسه هن ستة. لا، عمر ما مات. لا لا، لما يشوفوا القلب بالحجار والأنابل وكل هالأشياء اللي صارت، حيتذكروا المعارك بس بطريقة حلوة. فهيدا شيء تجسيد للتاريخ وللي نحن عم نمرق فيه.